بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اسم محمد بن حمود بن عبيد العويسي من سلطنة عمان من ولاية قعلان بن أبو حسن. سافرنا إلى دولة الهند مدينة كيرلا، فحضرنا إلى هذا المستشفي اللي هو اسمه مستشفي فيكلشمي، وهو مستشفي متخصص لعلاج النساء، مستشفي متخصص لعلاج النساء. فحضرنا إلى المستشفي قبل أسبوع تقريبا، فرحبت بنا الدكتورة فيكلشمي في هذا المستشفي، ثم بدأنا العلاج معها وبدأنا التنويم. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام. الحمد لله. تمام. الحمد لله. كيف تمام. كيف ماما صحتها زينة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بعد العمليات كل شيء. الحمد لله تمام، كله تمام. تمام. الحمد لله. إن شاء الله سافرين بكرة ولا بعد بكرة؟ بعد بكرة بنسافر إن شاء الله. بعد بكرة. وهي طيب بكرة. بكرة نخلص الإجراءات. على آخر التيكيت نقيته ولا لا؟ لا بعد ما خلصنا، لسان الأوراق عندكم. وعندنا أوراق ولازم أودي هذا. هذا لازم أوديهم مع بعض. بعدين توصيه، نبغي توصيه على الطيران العماني عشان معانا مع مساعد للوالده ماما داخل مطار كيرلا، ومساعده داخل مطار عمان. ايوه هي مرحله العلاج حتى هذا اليوم، ونحن موجودين في هذا المستشفي حيث ان الدكتوره فيه دكتوره طيبه ودكتوره جزاها فيها الخير، وهي تقوم بمعالجة النساء. المستشفي معاملته معاملة طيبة. ننصح بمن يعاني من أمراض من النساء من الأمراض الذهاب إلى هذا المستشفي الذي يقع في كيرلا، الذي موجود في كيرلا، والمستشفي اسمه فيكلشمي ميداكل سنتر، وهو مستشفي طيب وما وفيه جميع المعدات، وفيه جميع أقسام التنويم وأقسام الولادة، وفيه معاناة طيبة من الدكتورة والسسترات، ويقوم بعناية جزاها الله خير في هذه العناية الطيبة التي فوق الممتاز، وشكراً.